واكيد هنبدا باخبار نادينا النادي الاهلي العظيم. وطبعا النادي الاهلي رجع لتدريباته يمكن خلاص من امبارح بعد طبعا الرحله اللي كانت موجوده في الكاميرون والراحه السلبيه اللي كان مهم جدا جدا مستر كولر يديها للاعبين نتيجه للاجهاد الشديد في الفتره اللي فاتت. خلاص بدانا الاستعداد بشكل قوي جدا لمباراه مصيريه، مباراه مهمه جدا جدا في تاريخ النادي الاهلي مع فريق الهلال السوداني. الحقيقه المباراه زي ما احنا كلنا منتظرينها باذن الله، ان شاء الله كلنا امال وكلنا طموحات ان فريقنا ان شاء الله باذن الله يظهر بالمستوى العادي، مستوى النادي الاهلي اللي شفناه امام طبعا فريق القطن الكاميروني، هو ده النادي الاهلي وهو ده الوجه الحقيقي وشخصيه البطل. الحقيقه كمان وجود الجماهير بهذا العدد الكبير، هنتكلم طبعا مع الكابتن هيثم على النقطه ديت، اكيد ده كمان دافع قوي جدا للاعبتنا، وهيكون ان شاء الله باذن الله هتكون ليله رمضانيه سعيده ان شاء الله على مصر كلها وخاصه جماهير النادي الاهلي. الحقيقه عبور العقبه ديت باذن الله في مشوار البطوله، وزي يمكن انا اتكلمت قبل كده ان شاء الله لو النادي الاهلي باذن الله ان شاء الله يكسب ويعدي دور المجموعات، اعتقد ان شاء الله باذن الله هنوصل باذن الله ان شاء الله للمباراه النهائيه. زي ما اتكلمنا النادي الاهلي حقق نتيجه كبيره جدا امام القطن الكاميروني بنتيجه كبيره، وكان خلي بالكم كان مهم جدا عدد الاهداف، كان مش المهم المكسب بس، كمان عدد الاهداف كان مهم جدا جدا، لان زي ما بقول لحضراتكم هتسهل الامور شويه امام الفريق الهلال السوداني، لان بتحسب طبعا اولا المواجهات المباشره وثانيا بتحسب عدد الاهداف. الحقيقه ان شاء الله باذن الله هتكون ليله كرويه جميله باذن الله على كل جماهير النادي الاهلي، ان شاء الله بنطمح في الفوز والاداء الجيد، وان شاء الله باذن الله كل التوفيق لفرقتنا.